روح من عود يا فاصوليا يا معدس هلا حاجيك موظف بالنفط وما محتاج كل شيء بس طلعت مظاهره من اول يوم لحد هذا اليوم لمن لمظلوميه الشعب ما محترم الشعب لا بالمستشفيات لا بالمدارس لا بالمراكز بكل دوائر الدوله الشعب مظلوم تروح للمستشفيات مظلوم تروح للدوائر الدولة مظلوم تروح هسه مو هسه احنا غريد تعيينات كل شيء مظلوم الشعب العراقي وفوقها طلعوا المتظاهرين بذيك المتظاهرة الأولى الشهداء سووهم متخربين وهالحد الآن طلعوا شهداء هم سووهم متخربين هو ذي من طلع طلع على مودي وعلى مودك وعلى مودي الشرطي والجندي والموظف هذا طلع احنا هذا يصير متخرب بس هو شعب مع كل الأسف مع كل الأسف احنا صعدناهم واحنا اللي انتخبناهم وهيك يسوون بينا ها بس ان شاء الله ان شاء الله نظل وراهم لحد ما نطيحهم ما دام هم باطلين والله العظيم باطلين وكل الاحزاب باطله هسه تروح للدوائر الدوله اذا ما يسندك حزب ما تتعين ها اذا ما يسندك حزب ما معاملتك ما تمشي ليش هيك شيء اريد يكون الفقير والغني كله تمشي نفس المعامله وكله تريد نفس احنا مو نريد بالتعيينات ونريد خدمات احنا كل شيء مظلومين بعد تروح هسه صالة الولادة اذا ما يطلع مقدمة 25 المرض تطلق بين بالممر الله يرضى محمد يرضى هي هاي الدولة هاي الدولة هي هاي الدولة الدولة ما قدمت اي شيء للشعب صار من نسبة الحكم من سقوط ظالم لحد الان ما قدمت اي شيء الطيني شيء واحد قدمه للشعب ما قدموا ترى اي شيء وانا طلعت لنصرة المظلوم الله شاهد طلعت لنصرة المظلوم هذا اولا الدعم كله ترى اشوفه كله ذاتي الله شاهد يعني يشتغل بالعماله عماله يشتغل عماله لاجل يوفر هذا الطعام لاجل لان هاي ثوره الحسين مثل ثوره الحسين الله شاهد مثل ثوره الحسين هاي ماكو فارق ترى الحسين طلع على الظلم والشباب ان شاء الله طلعوا على الظلم على نهج الحسين ان شاء الله وهذا الثواب الحسين يقدمون الطعام وكله ان شاء الله صار كم قد كم يوم هاي من صارت المظاهره لحد هذا اليوم من يوم 25 يجيبون غدا يوميه ثلاث وجبات غدا وعشاء وريوق جاي يدعمون من يوم 25 لحد هذا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم احنا تواجدنا هنا من قبل يوم 25 بالشهر فرقنا متواجده داخل محافظه البصره وخارج المحافظه يم المخيمات المعتصمين اخواننا لخدمتهم نقدم الخدمه من كافه النواحي انقاذ معالجه اطفاء ومساندتهم بالمظاهرات من كافه النواحي بس يوم 25 صارت حوادث من قبل المندسين فالحمد لله والشكر تم اخماد الحرائق اللي صارت هنا والحمد لله والشكر ماكو اي حادث صار بعد بس متواجدين على مدار 24 ساعه ونقدم كافه الخدمات من انقاذ معالجه والاطفاء اخواننا المعتصمين احنا مفرزه طبيه خدميه تطوعيه موجوده لخدمه المتظاهرين او المعتصمين الموجودين في فلكه التربيه أمام محافظة مبنى محافظة البصرة طبعا واجبنا هو واجب خدمي تقديم العلاجات الأولية أو خط الدفاع الأول للأمراض البسيطة اللي تحصل عند المعتصمين أو سواء المنتسبين العسكريين الموجودين تجينا حالات يعني ممكن تكون يعني صعبة أو لا يوجد لها علاج بس نقدر نتلافاها بالإسعافات الموجودة اللي عندنا والكادر المسعف اللي موجودين نرسلهم للمستشفى أغلبنا يكون يعني الجزء الأقل نقدر نقول إنهم طلاب خريجين يعني حديثا بعدهم ما متعينين بس حبوا إن يشاركون يكونوا متطوعين في هاي المفرزة دعما لإخواننا المتظاهرين نعم دعما لإخواننا المتظاهرين وتشجيعا لهم مو بس دعما معنويا وماديا ونفسيا أيضا واحد ما مشيني ابو حسن مشيني يا ولد حسن افعل عليك
شهداء انتم السابقون واحنا اللاحقون. هلا بيهم هلا بيهم. يلا مشي مشي يلا يلا بحكي احنا موكب ونتبرع بيها، والشعب العراقي كله جاي يتبرع. الشعب هسه هذا الشعب اللي يجي للاعتصام، هذا اللي جايب له كرتون ماي، هذا اللي جايب له كرتون عصير، هذا اللي جايب له كرتون مو، هذا اللي جايب له جذر حلاوه، هذا اللي جايب له حب وفستق، يعني ما تشتهي الانفس. الشعب البصري نازل بالساحه الكل متبرعه، فماكو يعني ما بقصر العالم، يعني مو بس احنا، ريوق وغدا وعشاء وموجود وفضل ابو عبد الله الحسين. تفضل يا بعد، احنا موجودين اللي احنا اللي نقدر عليه، بس انت جاي شوف الاعتصام مو مال يعني موكب يشيله، بس الشعب ما يقصر لا نساء ولا رجالا، حتى الاطفال ياتي لك بالكرتون البسكت والعصير ويوزع بالشارع، حتى الاطفال العلم ماله والكرتون ماله. لو ما عنده واحد قال لي عمي انا جايب لي بس كرتون ماي، عمو بس كرتون ماي جايب لي، ابدا وزع، قلت له وزع كرتون ماي، قال احنا ما عندنا عمي كرتون ماي جايب، وزع. هذا اللي يجيب له باكيت شكليت يوزع، وانت جاي تلاحظ وانت بالساحه وجاي يشوف جاي يشوف خير خير. بعد تعرف العراقيين اهل غيره، اهل غيره واهل شرف واهل عفه واهل كرم، فنبقى احنا على الاعتصام ونطالب الشعب البصري بالاعتصام الجدي نساء ورجالا اطفالا وشبابا حتى الشياب، نبقى محتصمين حتى نلحق بشهداء الاسبق الاسبقونا، نلحقهم ان شاء الله. عمرك طويل ان شاء الله. ان شاء الله. هم السابقون واحنا اللاحقون، هم السابقون واحنا اللاحقون. هاي ثوره شعبيه عراقيه حسينيه، احنا ما جاي ندعي لروحنا. انا اللي حاكيك انا ما محتاج، الله شاهد، ما جاي ادعي روحي، انا جاي ادعي للشعب. ليش هيك؟ ليش الشعب؟ ليش هيك؟ لا بالبلديه شغلتوهم، لا بالتصنيع شغلتوهم، لا بالبترو شغلتوهم، لا بالمواني شغلتوهم. مدير مواني شغل قرايبه وخالته وبنت خالته، وبالبترو شغل خالته وبنت خالته. احنا هاي نعرفها هسه مرت علينا، والفقير ما عنده من يجيب له 30 ورقه، من يجيب له 30 ورقه؟ 16 سنه تضحكون على الشعب العراقي، وان شاء الله ما تضحكون، راح تضحكون على رواحكم. احنا بالنسبه لنا مواكب، هنا صار لنا هاي اليوم سادس يمكن لو سابع اخويا، احنا الثانيه نقدم كافه الخدمات 24 ساعه. يعني احنا بالنسبه لنا شفتين مسوين، شفت يبدي من 8 ل 8 والشفت الثاني يبدي من 8 ل 8 صباحا اخويا، ونجي نبدلهم. بالنسبه لنا جاي الدعم، هل تشوفونه هسه وجبه غداء تو كملناها، ريوق كانت ريوقنا لحد ب 11 يلا خلصنا من الريوق اخويا، بدينا برا الصلاه بدينا باشرنا بالغداء والشاي، وهسه راح نستمر 24 ساعه. ظلت الناس اكو شعب بصري ثائر وعلى فطرتنا طالعين بجهاننا بنسائنا اخويا باخواننا وكل زين معروفين احنا الحمد لله. دولتنا والثانيه احنا بالنسبه لنا بدولتنا والثانيه احنا واكو شيء امر يغثنا، يعني صراحه اكو دول مجاوره لنا اللي نترجعها هي تحفظ ما وجهها وتقعد بمكانها. احنا شعب شعب العراقي ويعرفونا كل الزين، شنو احنا الشعب العراقي يخلونا احنا نحل مصيرنا بمصيرنا واحنا حاضرين. شنو بعد
اللي يحتاجون المتظاهرين اليوم مباشر وعقبه منا انا بد تصير اصلاحات كامله دستور تتعدل اكو بي فقرات رئيس الوزراء المحافظ قالت قائد الشرطه اللي يقول دول المندسين احنا حاضرين موجودين هنا. اهلا وسهلا بالاعلام الحر من هذا المنبر الشريف، جاي شوفه بعينك تغطيه مباشره، لا مندسين ولا عبث ولا شغب ولا هم يحزنون، جاي شوف بعينك من الصبح لليل باقون معتصمين حتى تحقيق المطالب، مطالبنا معروفه، مطالب معروفه، اول شيء تغيير فقرات الدستور، الغاء الدستور تغيير فقراته. إعادة برمجة إلى وزارة الدفاع والداخلية وجميع مدراء الدولة، لأن أكثرهم محاصصة مقيتة اللي أثرتنا. وثاني شيء إحنا لا ندور تعيين ولا ندور، مو جماعة يبوقون ورح يرتشون بوظيفة 130 ألف لو هذا، لا إحنا نغرر مصيرنا مصير الشعب العراقي المشهول، لأن أولادنا محتاج، يعني إحنا جاي ندافع لأجل أولادنا، لأن الشعب العراقي جاي يمشي نحو الهاوية، ولذلك قرر الشعب العراقي تغيير النظام الفاسد. نتبرع لهم بالنقدر على شيء بسيط، وزعنا تمن والمرق ان شاء الله، الله سبحانه وتعالى يتقبل هذا الشيء. وعن حقوق الانسان احنا نمشي، وعن حقوق البشر والله يحبنا ويحب المسلمين ان شاء الله، وان شاء الله ينصر المظاهرين على الحق، وان شاء الله بجاههم البني واهل البيت ينصرنا على الحق. والله جمعنا شباب بيناتنا اصدقاء، اي واحد نخاطب الثاني بالتليفونات، اجتمعنا بيناتنا، لا واحد داعمنا ولا احد، بيناتنا شباب واحنا عطاره بطاله. انا كفي لك محمد عند محل اسواق، وسابقا بالحكومه وطردتني حكومه، ها وهسه الحمد لله نازلين المظاهرين نساعدهم من نقدر عليه، وجمعنا بيناتنا طبخنا بالبيت نقدر عليه، وجينا قدمنا شيء بسيط لهذا الانسان النازل بالشمس بالمطر وبالطين وبايتين هنا يطالبون بحقهم، بكت الله ولي البيت تفتح عليهم الدنيا ويعطونهم حقوقهم. والله الفكره بعد شفنا الناس طالعه برا بالشوارع ومتظاهرين وطالب بحقوقها، فقلنا نطلع وياهم ونساعدهم اخواننا ذولا، وهدفنا كله واحد هو الاصلاح وتغيير هاي الحكومه الفاسده حقيقه. زين الدعم منين؟ الدعم والله هو احنا الفلوس من عندنا، يعني لمينا يعني مشاركه بيناتنا، اي اي ولمينا انا هو كم صديق من اصدقائي لمينا وشاركنا بهذا الدعم الصغير. اي احنا دائما متواجدين هنا، بس مرات الاماكن تتغير. بسم الله الرحمن الرحيم، يمر ابناء العراق اليوم بمرحله صعبه ومنعطف خطير نتيجة تفشي الفساد في مفاصل الدولة العراقية، والذي بات يهدد وجود العراق، حيث اتهمت الطبقة السياسية الفاسدة بمصالحها وأجندتها عبر تبنيها قرارات وامتيازات ما أنزل الله بها من سلطان، وهي تصف في مصلحها الفوقية الضيقة وعزلت نفسها عن أبناء الشعب العراقي الصابر منذ سقوط النظام وحتى اليوم، رغم تعالي صرخات الشعب عبر تظاهراتهم اليوم، لكنها أثرت أن تصم آذانها عن كل الدعوات التي كانت تطالب إيقاف هدر المال العام. وعليه فإن عشائر القطارنة تعلن تضامنها ووقوفها مع أبناء الشعب العراقي المطالب بإصلاح الدستور وحالة الفاسدين إلى القضاء وإلقاء القرارات التي أصدرتها الطبقة السياسية الفاسدة عبر صفق برامج زمني محدد. الشيخ جواد كاظم عبود شاب رباط شيخ عام عشائر القطارنة. بالروح بالدم بالدين للعراق، نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق. احنا نناشد الحكومة
من يوم ما سلمت حكم سوى شيء منه؟ لا. اعطتنا حقنا؟ لا. اعطت حق الشهداء؟ لا. قاعد تحارب من؟ حاربنا احنا. فاحنا اذا نطارد الفساد. احنا الفساد ما نقبل بالعراق. احنا نريد حكومة جديدة نظيفة. هل موافقون على هذا الحكي؟ يا حكومة انتم ان غيرتوا الحكومة فنحن ام اتينا عليكم ونطلعكم في نفس المظاهرات هاي وانكم هذا الرجل لم يفيدنا. ما يفيدنا احنا هذا. اذا انت لو سويتوا المظاهرات فما تسوي اقوى من احنا هذا. رسالة الى من يهمه الامر. البرلمان 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 لم تسرع انت من ذاك اليوم لهذا اليوم قرار واحد في صالح الشعب. قرار واحد ما صدرته في صالح الشعب. لا بالمالكي ولا بالجحفري ولا بحيدري ولا الان عادل عبد المهدي. عادل عبد المهدي ما يشتغل يا شعب العراق. ترضون ما ترضون. عادل عبد المهدي ما يشتغل العراق. ترضون ما ترضون. تضامنا مع اخواننا المتظاهرين ومعتصمين هنا ان شاء الله لحد ما تتحقق المطالب. وان شاء الله ان شاء الله احنا مستمرين على خدمة الثوار لخدمة هاي المواطنين وخدمتهم ان شاء الله. احنا هاي الفكرة من زمان طبعا عندنا موكب خدمة الحسين ولخدمة هذا الشعب ولحد ما تتحقق مطالبهم. واحنا مستمرين منا لحد بعد لحد ما تنتهي المتظاهرات والاعتصامات هنا. لا الدعم ذاتي ذاتي اي. اليوم مبادرة تجمع الشباب المدني هو انتخاب أكبر فاسد. طبعا هاي الفكرة اجت بعد مشاورة مع الشباب بأنه عرض للرأي العام أكبر فاسد مسؤول في الدولة العراقية من بعد التغيير إلى اليومنا هذا. الفكرة أنه صحيح بالرأي العام الكل يقول أنه الفاسدين والفاسدين والسياسيين فاسدين، ولكن اليوم الفكرة أساسها وجوهرها أنه نعرض للرأي العام والجمهور أنه ينتخب هو أكبر فاسد وهو اللي يشخص الفاسد وأمام الرأي العام. وشكرا لكم يعني نشكر الإعلام اللي راح يسلط الضوء عليها راح تفرز لنا نتائج. بالحقيقة المتظاهرين يعني نسبة كبيرة منهم على وعي تام. احنا هسه من خلال النتائج الابتدائية اللي جاي نشوفها أغلب الأسماء اللي جاي تطرح بالصناديق من خلال متابعتنا ومراقبتنا هم حيتان الفساد. الجمهور واعي والجماهير واعية وبانتظار النتائج اللي راح إن شاء الله تكون مخيبة لل سياسيين نفسهم ومطمئن الجماهير. برايك انت بالحقيقه يعني اذا تريد اذا تاخذني باتجاه انه اذكر اسم ما راح اذكر اسم، بس اقول شيء معين. كل الكتل السياسيه اللي اشتركت بعد 2003 الفاسدين، الكتل السياسيه وراء ورعاه الكتل السياسيه والذين يستلمون مناصب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم هي عمليه عكسيه في كل انتخابات تجريها الحكومه العراقيه هو بانتخابات لمجلس النواب، ولكن هذه المره انتخابات عكسية لكشف الفاسدين. من خلال لوحة راح نعلم بها حيتان الفساد حسب وجهة نظر أهل البصرة. لا نتدخل بالنتائج ولا بالأسماء، ولكن هناك شرط بسيط وضعناه هو أن يكون مشترك بالحكومة العراقية من 2003 إلى 2019، يعني عنده منصب بالحكومة العراقية وليس زعيم سياسي أو ديني أو مافيات اقتصادية. هاي لها شيء آخر، ولكن احنا نختص بالسياسيين الفاسدين اللي عندهم مناصب، غير ذلك تعتبر الورقة تالفة. شا
الله بعد ساعة وأكثر راح نعلن عن الفاسدين، وباستمرار فعاليات شباب البصرة مستمرة إن شاء الله. طبعا هي الفكرة من خلال يعني الفعاليات نقومها باستمرار من عام 2014 من لحد الآن. جلسنا قلنا ليش أريدنا نعرف وجهة نظر الناس، كلها تقول فاسدين فاسدين فاسدين، من هو الفاسدين؟ قلنا يجوز احنا نعرفهم غيرنا ما يعرفهم، فحبينا نسمع رأي الشارع والرأي العام هم نريده يسمع ويعرف من هم الفاسدين. فاجتمعنا اليوم حتى نعرف من هو الفاسد ونقول لهم يا أهل البصرة يقولون هذا هو الفاسد. اليوم هاي وقفتنا احنا بالاعتصام، لازم اكو تغيير، لازم اكو تغيير بأمور الاعتصام. من ضمنها اليوم سوينا هاي المبادرة الجميلة، مبادرة انتخاب أكبر فاسد بانتخابات نزيهة، مفوضية نزيهة، ليس كمفوضيتهم التي تحرق الصناديق والتي تزيف الصناديق، انتخابات نزيهة وسوف تكون النتائج على الإعلام. انتخب أكبر فاسد، أي شخص تشوفه فاسد بحياتك خلال 16 سنة سجل اسمه هنا يمنا، وسوف تكون النتائج علنية 100% ونزيهة 100%. الكل فاسد من 2003 إلى الآن، الكل فاسد، حتى وإن لم يسرق رضى بالفساد، حتى وإن لم يرضى بالفساد فإنه جبان، والجميع فاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم حملة انتخاب أكبر فاسد من رؤية أي مواطن عراقي، ومن رأي أي مواطن عراقي ينتخب أي فاسد بالحكومة العراقية، سواء كان شخصية قيادية سياسية أو كشخص مشارك في الحكومة السياسية من 2003 إلى اليوم. لازم المواطن يقول كلمته، مثل ما ينتخب البرلمان، مثل ما ينتخب مجلس محافظات، المفروض ينتخب اليوم أكبر فاسد موجود على مود يتم محاسبته من قبل القضاء العراقي أو المحكمة الاتحادية. هنا مثل ما تقول أصوات نزيهة، هنا مثل ما تقول شفافية بالموضوع، فلمسة احنا شاركنا بيها وكحملة جميلة، انه ممكن انه نخلي المواطن يعبر بكل حرية وكل مصداقية لأي فاسد موجود بالحكومة العراقية. اتمنى الجميع المشاركة. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مبادرتنا اليوم هي صندوق اقتراع للفاسدين، بغض النظر عن البرلمان، هم بالنسبة لهم شلع قلع كلهم فاسدين، بس احنا اليوم هاي مبادرتنا اريد نبين بها العدد الاساسي للفاسدين بالعراق. كل اللي طلعوا هنا بالشوارع ما رايدين شيء، رايدين حقهم من الدولة، ما رايدين كراسي، ما رايدين شيء. اسأل عبد المهدي سؤال واحد وخلي يقول هاي البصراوية وصلت صوتها، شنو يتريق الصبح؟ ابنه شنو وظيفته؟ بنته شنو وظيفته؟ خلي قيس الفرد العراقي يوميا شلون يعيش من الصبح للعصر، واحنا نقلهم احنا وانتو وين راح نوصل. كفنانين بصرة اليوم احنا نازلين الساحة، نازلين ساحات الاحتجاج، نازلين الاعتصام، نوصل رسالتنا من خلال فننا، من خلال اعمالنا الفنية، من خلال اعمالنا التشكيلية. اليوم كالفنان ما عنده اي شيء يتركه، كالمعتصم صورة عامة، كالناشط العراقي او الانسان العراقي بصورة عامة ما عنده فد شيء يحارب به غير القلم. اليوم احنا ما رافعين غير قلمنا، غير فرشاتنا، غير علمنا العراقي، نحتاج من خلاله نرسم شهدائنا، نرسم مواضيع احتجاجية، مواضيع توضح القمع. أنا اليوم طالعة مظاهرات، أنا صح أنه عمري صغير بس لازم أساعد هذول الناس، أنه أقرارهم الفاتحة أساعد أنه أطالب بالإصلاحات. صح عمري تحت السن القانوني بس لازم، إذا ما أنا طلعت وما غيري طلع منو راح يطلع؟ منو راح يجيب لنا مطالبنا؟ منو راح يسوي إصلاح؟ منو حيجيب لنا زراعة؟ منو حيسقط هاي الدولة اللي ما جاي تفيدنا، ما جاي تسوي لنا أي شيء من ناحية المدارس، ما جاي نلقى مساعدات ويجيبونا أشياء ورحلات، كل شيء مكان ترفيه، يعني مكان ترفيه ماكو. زين شنو ذنبنا احنا؟ عندنا كل شيء، عندنا زراعة، عندنا النفط، عندنا كل الموارد، زين ليش ما نستغلها؟ ماكو شخص يستغلها بشكل صحيح، كل الناس تريد المصلحة لنفسها، وهذا شيء كلش غلط. إذا بقينا هيك مستحيل تتحسن الدولة بأي يوم من الأيام. والعزيز الحكيم. بانا عم عمر بالناس هيك.
احنا ان شاء الله هنا بخدمه المتظاهرين. نعم. نبدا من الساعه 9 الصبح او 8:30 نسوي سياح. سياح وبيض، سياح وجبن، سياح وقمر، يعني مال معلبات. نبدي من الصبح ظهر وجبة غداء، العصر نسوي مثل عرنوس، نسوي حلويات، نسوي عصاير، نوزع عصاير قاطلي، يعني هاي الوجبة. بعدين ورا الغروب نسوي سياح من جديد وخدمة المتظاهرين إن شاء الله. هاي تمويل ذاتي، يعني ما تمويلنا لا مؤسسة لا دولة لا حكومة، لا تمويل ذاتي من الموجودين، هي من جيوبنا الخاصة. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نعزي أحوال الشهداء أولا، وتمنياتنا بالشفاء العاجل إلى جرحانا. بصراحة جاي نقدم مجموعة من المواكب اللي كما تلاحظ، فكل موكب يختص بشيء. احنا موكبنا يختص بالحلويات وكذلك السياح واشياء كثيره، اشياء كثيره يعني جزء ما تخطر على البال. مستمرين وخصوصا فتره يعني من ما بعد الظهيره الى تقريبا الثانيه بالليل الى الواحده بالليل. هنا بصراحه تشوف احنا جاي نسوي الحلويات، الطاطلي، جلابيه، كثير كثير من الامور اللي نطرحها هنا وبالتعاون مع اخوتنا هنا. كذلك اكو فد مساله مهمه، جاي نلاحظ الدعم الموجود من الحوائل، ناس جاي تطبخ ببيوتها وجاي تعد الاكلات الجاهزه واللفات وتجيبها هنا. اتمنى على السياسيين ان يوعون هذا الشيء، ان يشوفون الحب للعراق ويقدمون اللي بس يقدمون. مع الاسف اتمنى ال 15 سنه اللي فاتت هاي كان شافوا هذا الشعب، كان حققوا مطالبه. بصراحه احنا مجموعنا انا واخوتي ولد عمي صلاح وحج فاضل، وخلي يقولون الدعايات اللي تتناقل دعم وكذا، الله وكيلك، دعم محدود نجومنا الخاصه ومقصرين، ايش ما نريد مقصرين. انا واخوي صلاح وحج فاضل، احنا شباب قبيله بيلام، واشكركم واشكر حضوركم وقناتكم التواجد هنا، والله متواصلين الى النهايه حتى تحقيق المطالب. حتى تحقيق المطالب متواصلين ان شاء الله، ولا ثقوا احتقدوا. خلينا نقول للحكومه خلي تراجع نفسها وخلي توضح حلول هذا الشعب. قضيه الروح منا ماكو، يعني يا اما نموت يا اما نحقق مطالبنا. هذا الشعب وهاي خالتنا وقدنا هنا جاي نشوف سعديه. العفو، نتشرف نتشرف والله. احنا مستمرين ان شاء الله ولا تصدق اكو روح. ما حاجه احكي لك، الصور هي تحكي، الصور هي تحكي. جاي نخدم يوم ثامن، عندنا خدمه والحمد لله والشكر، بس للاسف جاهلوا الشعب ماكو. بسم الله الرحمن الرحيم، خرجنا هذا اليوم ونصبنا هذه المواكب وهذا الموكب، موكب ثوار البصرة، لخدمة المتظاهرين ولخدمة المعتصمين وتقديم الخدمات لهم من مأكل ومشرب وتقديم الغذاء والعشاء والريوق. والحمد لله والشكر، ما دام المظاهرات مستمرة إن شاء الله إحنا هم موجودين بخدمة المعتصمين. والله بالنسبة للإصلاحات اللي أطلقها عادل عبد المهدي أو غير عادل عبد المهدي، من اللي يركبون الأمواج، خلينا نكون يعني واقعيين، احنا كشعب هسه عراقي ملينا من عندهم 16 سنه بس وعود. اللي عبد المهدي واللي قبل عبد المهدي ما قدموا شيء للشعب العراقي والشعب البصري هم بالذات. يعني احنا نطالب بحقوقنا كعراقيين، ما نريد خدمات. بعد انتهت مرحله الخدمات نريد حكومه انقاذ وطني، تغيير جذري، ما نريد ترقيع، لا للترقيع، حكومه انقاذ وطني تنقذ هذا الشعب وتنقذ الوطن وتنقذ هاي الشباب من سيل الدماء اللي جاي يصير. اذا هم عندهم ذره وطنيه ويحسون بالوطنيه ويعرفون معنى الوطن
يعني الافضل انهم يستقيلون حفاظا على دماء العراقيين. بس والله والله اقسم جازما عليهم ما عندهم حب الوطن، لو كان عندهم حب الوطن ما وصلنا لهاي المواصيل هسه اللي احنا بيها. احنا شعب متاخر، لا خدمات لا تعليم. ليش؟ شنو ذنبنا؟ شنو اللي سويناه؟ شنو اللي قدموا لنا هم؟ شهدائنا اللي قدمناها، شهداء اللي قدمناها ضد داعش وغير داعش، من القاعدة لا يمنا، هذا هم شهداء نقدم. من الشعب؟ من الشعب؟ مطلبنا فوق مطلب الخدمات. الخدمات يعني راح وقتها، نريد حكومة إنقاذ وطن. والحمد لله والشكر بالعصر. نحن أبناء البصرة من كل المناطق، ابتداء من 5 ميل معقل الجبيلة إلى العشارة الجزائر البصرة إبراضية إلى جميع المناطق من البصرة. نحن أبناء البصرة نقوم بتوزيع الطعام والشراب إلى المتظاهرين السلميين. هذا الدعم ذاتي، الدعم من جيبنا الخاص. نعم، لكي تستمر المظاهرة، لأن تعرف الجو حار جو البصرة، المتظاهر يحتاج الماء البارد والأكل والشراب. وإن شاء الله اعتصامنا ومظاهرتنا مستمرة حتى تحقيق مطالبنا. مظاهرتنا سلمية سلمية حتى تحقيق المطالب. 15 سنة متأذين يا جماعة، والله متأذين. وصل بينا الحال أطفالنا مدارس أهلية، التعليم 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 صار بفلوس. هذا التعليم يصير بفلوس، الصحة تتمرض تروح تفز لك أبرة بفلوس. ليش الموالد شنة قصاصة ب5000 تتمرض؟ نعم، إنسانية انعدمت، ممتلكاتنا الأحزاب. نتمنى نتمنى بالأخوة بالشرف بالإنسانية ناشدكم ديروا باركم على هذا الشعب المظلوم. ضحى هذا الشعب، ضحى هذا الشعب، ضحى. زين، لا يسعنا لا نقول لبيك يا عراق، لبيك يا عراق. شكرا لقناتك الموقرة، وشكرا لك استاذ. انا ملاحظك انت متواصل مع المتظاهرين استاذنا من اول يوم لاخر يوم، وهاي مني لك وانا بخدمتك. شكرا جزيلا. احنا شباب وناشطين بصرة، رغم ما يمر به البلد من ظروف، صار هذا التجمع وهاي القيام من اجل بناء وطن. نريد وطن، وطننا مفقود صار له من 16 سنة. تعبنا، ناس تعبت، مصالح محاصصات، شباب شاب يتعب ويتخرج ويصرف مصاري، بالتالي ينام بالبيت. هاي نقطة. النقطة الثانية، احنا بالنسبة هاي الخيام وهاي العالم ما شاء الله خير بذخ، ما بتحط لك خيمة وكل شيء ما تصرف. هاي الناس المعونة والأكل وأنواع شدري، وهاي الخيام باقية على ما تحقيق مطالبنا ومطلبنا رئيسي. مطلبنا رئيسي بعد ما أريد هاي الحكومة شلع قلع، أريد حكومة جديدة ونظام رئاسي، والدستور اللي هم كتبوه وما طبقوه مع الأسف، كتبوه بيدهم وما طبقوه، صار لهم 16 سنة ودقيق قانون الانتخابات. وإن شاء الله ما نشيل منه على ما يتحقق آخر مطلب من المطالب. الهدف الرئيسي هو إدامة زخم التظاهرات من أجل تغيير النظام اللي موجود. يعني إحنا ما أريد نكتفي بتغيير عادل عبد المهدي أو رئيس الوزراء، الهدف الأساسي هو تغيير النظام ككل. الحمد لله والشكر، الموكب مستمر بتقديم الخدمات إن شاء الله إلى نهاية التظاهرات.